السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنراجع مع بعض أو هنفتكر مع بعض الساعة. الساعة عندي 60 دقيقة. آدي العقرب بتاعي لما يلف، العقرب الكبير بتاعي لما يلف كل الساعة دي، يبقى يكون عدى عندي كام دقيقة؟ يكون عدى عندي 60 دقيقة. 60 دقيقة، تمام. طيب آدي يبقى الساعة بتاعتي 60 دقيقة. طيب التلت ساعة بتاعتي ان انا يعدي معايا العقرب الكبير ده، كان واقف هنا، كان واقف على ال 12، عدى تلت الدايره بتاعتي، فاصبح الجزء ده تلت ساعه بتاعي. تلت الساعه انا عندي العقرب الكبير اتحرك من هنا لحد هنا، فعمل تلت ساعه. التلت ساعه قد ايه؟ دي عباره عن 20 دقيقه. طيب العقرب الكبير بتاعي اتحرك من هنا، من عند ال 12 وصل لحد هنا، فعمل ربع دايره زي ما احنا شايفين. طب الربع دايرة دي او الربع ساعة دي فيها كام دقيقة؟ فيها 15 دقيقة. طيب العقرب بتاعي كان عند ال 12 فتحرك وراح عند الستة، لف اللفة بتاعته ونزل راح عند الستة، فظل الجزء ده، فاصبح عندي نص ساعة عبارة عن 30 دقيقة. وبكده اكون انا استوعبت مع، وهنا هراجع كده تاني مع بعض الساعة كلها على بعضها. لما العقرب الكبير بيلف اللفة بتاعته كلها عبارة عن 60 دقيقة، لما العقرب الكبير بيلف تلت الدايرة بس عبارة عن، هو ده عبارة عن 20 دقيقة، لما العقرب الكبير بتاعي بيلف ربع دايرة بيكون عندي ربع ساعة وبتكون 15 دقيقة، ولما بيلف من 12 ل 6 بيكون عندي نص دايرة او نص ساعة وبتكون 30 دقيقة. وبكده نكون اصبح عملية حفظ الدقايق بتاعت الساعات بتاعتنا سهل وبسيط ومفهوش اي مشكلة. ياريت نعمل لايك للحلقة او سبسكرايب للقناة وشير للدروس عشان الكل يستفيد، وانتظرونا في مزيد من الدروس على قناة الأكاديمية الأسرة والطفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.